Using superposition for the bar shown, determine the minimum diameter of the steel shaft for which the maximum deflection is 2 mm. يعني المفروض deflection هنا طبعا الماكسيمم عند البي نتيجة الكونسنتريتد لود اللي في النص والتو سيمتريك لودز اللي على الجناب هيعمل لي ماكسيمم ديفليكشن مجموعهم مع بعض المفروض ما يزيدش عن 2 مليمتر. في عندنا ديفليكشن نتيجة ال 550 اللي هو كونسنتريتد لود في النص طبقا للجداول هو ماينس اف ال كيوب على 48 اي اي. يعني الاف ب 550 والال بواحد 550 على 48 يعني 11.46 على الاي اي. الديفليكشن نتيجة التو سيمتريك لود دول اللي هما 375 برضو طبقا للجداول اف اف اي 24 اي اي 4 اي تربيع 3 ال تربيع. الاف ب 375 الاي بربع طبعا نفس الشيء والال بواحد ب 375 في ربع 4 في ربع تربيع ناقص 3 على 24 فطلع ماينس 10.74 على الاي اي. معنى كده الدلتا بي توتال هتساوي 10 مع 11.46 على بعض كده ماينس 22.2 على الاي اي تساوي ماينس طبعا لان 2 مللي لتحت 2 في 10 اس سالب 3. لو حطيت قيمة الاي اللي هي 207 في 10 اس 9 والاي اللي هي باي على 4 ار اس 4 او على 64 دي اس 4 اذا الدي يساوي كذا متر او كذا مليمتر. الرقم اللي قصادي ده هقسمه على 2 ملي 10 سالب 3 واضربه في 64 واقسمه على 217.9 وعلى شيفت باي كده جبت دي اس 4 اخد الجذر التربيعي مرة وكمان مرة فيطلع 0.0323 او لو ضربت في 1032.3 مليمتر.